ما شاء الله أرض الجوف، أي شيء تزرع فيها تعطيك. اليوم أعطوني الكوسة عشان أحضر لكم وصفة بطريقة مبتكرة. اليوم بحضر لكم المرقوق بطريقتي الخاصة، راح نحشيها بالكوسة. خلنا نبدأ في عجينة المرقوق. هنا عندي دقيق بر نضيفه، وراح أخلي شوي عندي لأن راح أستخدمه بعدين. راح أستخدمه بعدين لما أفرد للعجينة نفسها. راح أضيف عليها شوية ملح. راح نخلط المكونات هذه كلها سوا. بعدين راح نبدأ نضيف عليها موية. طبعاً مقدار الموية مع دقيق البر تقريباً 1:1. راح أحط الموية وأبدأ أحرك بالتدريج لين ما تبدأ تتماسك معاي العجينة بشكل عام. عجينة بدأت تتماسك، أضيف شوية موية وخلاص. نخلط المكونات كلها سوا. بعدين راح نبدأ نشتغل في الحشوة والصوص في نفس الوقت. راح نسخن باند عندنا، راح نضيف عليه سمنة. دار نص ملعقة كبيرة. بعدين راح نضيف نص حبة بصل على الصوص، نص حبة بصل على الحشوة. نبدأ نقطع الخضار اللي راح نستخدمها. عندي القرع، وعندي الكوسة، وعندي الطماطم. أول شيء بقطع الطماطم اللي بستخدمها أول حاجة. الحشوة إلى الحين بنفس المكونات، خلنا نبدأ نضيف عليها البهارات. الحين راح أقطع الكوسة عشان أضيفها الحشوة. هذه راح نضيفها الحشوة. هنا الصوص أموره تمام، خلنا نضيف عليه المرق. راح نستمر نضيف عليه يعني المرق لين ما نوصل للقوام اللي نحتاجه. القوام زي تقريبا قوام صوص الطماطم اللي تقدم مع الباستا. والحشوة تقريبا جاهزة معي، بنضيف عليها القرع بس. خلنا نقطع القرع. الصوص نخلطه بالخلاط لين ما يصير معي نص ناعم. الحشوة صارت معي جاهزة، خليتها على جنب. الصوص عندي كمان تقريبا جاهز 70%، بخليه على نار هادية. في الأثناء هذه راح أسخن عندي موية. طبعا دائما بنسلق باستا أو بنسلق أي شيء لازم نملح موية. الحين خلنا نرجع للعجينة. راح نبدأ نقسمها على 4. دائما ننسى نحط الدقيق عشان ما تلزق معنا. لما نفرد العجينة دائما لازم نبدأ من درجة سميكة بعدين ننحفها أكثر. فأنا راح أبدأ على 1. طبعا هذه هي اللي طلعت معاي. راح نرجع نفردها مرة ثانية بسمك أقل لما نوصل إلى السمك اللي نحتاجه. أول ما تبدأ تطلع من هنا نسحبها من الجهة الثانية ونسكر العجينة بالكامل، يعني العجينة من الأطراف كلها. كنا راح نرصهم كلهم جنب بعض ونبدأ نلف. تقريبا رصيناهم جنب بعض، نحط الحشوة بمرة واحدة. كذا صار معاي 11 حبة، كمية كافية نقدم فيها طبق واحد. راح نبدأ نسلق الباستا. عندي الموية تسخنت، راح نضيف ملح شوي بعد. راح أبدأ أنزل الباستا عليها. مو الباستا طبعا، هي طبق مبتكر من المرقوق قدمناه كأنه باستا، فصارت المرقوق عجينة مرقوق محشية بحشوة خضار المرقوق مع البهارات. راح ننزل في الموية. راح أجيب الصوص عندي وأسخنه. حرك. طبعا المرقوق صار معنا جاهز الحين بعد ما سلقناه. راح نشيله وراح نحطه في الصوص على طول. والصوص عندي ما شاء الله ثقل وصار جاهز، بس أحس إنه صار ثقيل مرة. راح نضيف عليه شوي من موية السلق. صار معي تقريبا جاهز الحين، والصوص غطى المرقوق بكامل. راح نبدأ بصحن التقديم على طول. نحطه تحت المرقوق المحشي على الوجه. هذه آخر حبة راح نضيفها، بعدين راح نبدأ نزين الصحن. طبعا هذا الصحن صار معنا جاهز، المرقوق المحشي بالكوسة اللي جبناها مع باقي الخضار، قدمناه بطريقة مبتكرة بطريقتي الخاصة بطريقة الشيف راكان. صحة وعافية عليكم.